السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. ان شاء الله تكون حلقة لطيفة وخفيفة، وكمان وصفاتنا كده تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وصفاتنا النهاردة هتكون عبارة عن اسماك. هنعمل النهاردة كفتة سمك حلوة جدا وسهلة جدا جدا، تقدري تعمليها، مش هتاخد منك وقت، تقدري تفرزيها كمان وتستخدميها وقت ما انت عايزة. سهلة جدا وطريقتها بصراحة جميلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف اول مقدرنا النهاردة، كفتة السمك. عندي كيلو سمك فيليه، تقدري تستخدمي اي نوع انت بتحبيه. عندنا 2 بطاطس للكيلو، يعني لكل كيلو 2 بطاطس، واحدة يعني متوسطة الحجم تكون مسلوقة بقشرها تمام ومهروسة. طبعا بعد ما نسلقها هنقشرها ونهرسها. نص كوباية شبت وكزبرة خضراء، نص كوباية بقسماط مطحون، معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، رشة شطة وملح. دي عجينة الكفتة. طيب التغطية بقى اللي هنغطي بيها الكفتة، هنحتاج نص كوباية دقيق، وعايزين كمان بيضتين وعليهم معلقتين من اللبن، كوباية بقسماط، نص كوباية دقيق، ربع كوباية نشا، وهنتبلها ببابريكا وملح وفلفل اسود، وطبعا زيت علشان نقلي فيه الكفتة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. الطريقة سهلة خالص وكمان النتيجة حلوة جدا. اول حاجة هلبس بس الجلافز علشان السمك، تكوني غسلة السمك ونشفة كويس قوي، ما يبقاش فيه مية علشان الخلطة ما تبقاش سايلة مننا. كمان البطاطس زي ما اتفقنا نسلقها بقشرها، وبعدين نقشرها ونهرسها. اما لو اتسلقت من غير قشر فهي بتمتص كمية مية من مية السلق، وبالتالي بيطلع معانا البطاطس مش متماسكة ومش هتمسك الخليط تمام. هنحط السمك في الكبة وهديله الاول ضربتين كده بحيث ان هو ينعم، بعدين اضيف بقية المكونات. بسم الله. تمام كده هبتدي بقى اضيف كل المكونات اللي عندنا. ادي البطاطس زي ما انتم شايفين، بصوا متماسكه ازاي علشان اتسلقت بقشرها وبعدين اتقشرت. هنضيفها، ودي الخضره بتاعتنا طبعا بتدي ريحه حلوه جدا جدا للكفته. حطينا الشبت، وادي الكزبره الخضراء، وهنحط كل التوابل، رشه شطه ده طبعا حسب الذوق، كزبره ناشفه، كمون، ثوم، وبصل تمام، وطبعا هنجيب الملح والفلفل. هنخلط بقى المكونات دي كويس قوي مع بعض. كده المكونات كلها امتزجت وبقت زي الفل معانا اهي، اتاكد منها تمام. حلوه قوي، هنطلعها بقى، فاضل معانا بس البقسماط. والبقسماط هنا علشان يمسك لي العجينه واعرف اشكلها كويس قوي، ويمتص اي سوائل، لو في سوائل لسه في الكفته هيمتصها تمام. ومعانا شهد، اهلا شهد. ازيك يا شهد؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا روحي، منوراني. الحمد لله، انا بحبك قوي. ميرسي يا روح قلبي، وانا كمان بحبك قوي. بصي انا عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي يا قلبي. انا متطلقه ومعايا عيل. اه طيب بصي، هتسيبي رقمك جوه، روان هتاخده منك وان شاء الله يكلموكي في الكنترول. ماشي يا روحي، ربنا معاكي يا رب، يفك كربك انت وكل متضايق ان شاء الله.
تمام. بصوا انا ضفت بس هنا البقسماط في الاخر بعد ما خلصنا الكبه، ضفت البقسماط علشان اقدر اعمل عجينه اقدر اشكلها. تمام، هعجنهم بس كويس مع بعض عشان كله يبقى مختلط مع بعضه بالطريقه دي. تمام، هعمل ايه بقى؟ هبتدي اشكلها اقراص. تمام، بصوا بالشكل ده. عايزه تعمليها صوابع بالطول مفيش مشكله، عايزه تعمليها اقراص مدوره انا ممكن اخد كده بس بالدقيق. تمام، عشان ده يسهل عليا ان انا اشكلها وتطلع معايا مظبوطه. شايفين بالشكل ده اهي، سهله جدا وتشكيلها سهل خالص. يلا نعمل تاني. احط بس على ايديا دقيق كده عشان تتظبط معايا اهو. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف، هنحط بعد ما نعمل الكفته كده بالدقيق ونشكلها، هنحطها بقى الاول في بيض، والبيض ده نخففه بمعلقتين من اللبن. تمام، عشان ما يبقاش تقيل. بعدين نرجع نكمل تاني. تمام، والزيت بتاعي على النار علشان يبقى سخن. نجيب شوكه. تمام اهي، وادي البيض بتاعنا بيضتين، هخفهم بمعلقتين من اللبن. تمام، بالشكل ده. وعندنا كمان الخليط اللي احنا دايما متعودين نعمله لما نكون هنعمل بانيه، اللي هو دقيق نشا وبقسماط. ما بحبش اعمل ببقسماط بس، لان البقسماط لوحده لما بينزل النار بيتحرق بسرعه. تمام، هنحط كده. تمام، بقسماط، ربع كوبايه نشا، كوبايه بقسماط، نص دقيق، ربع نشا. والخلطه دي بتدي لون حلو قوي، بتخلي كمان البانيه اللي احنا بنعمله سواء كان بقى كفته السمك، كفته فراخ، كفته لحمه، تخليها تطول شويه على النار تاخد لون حلو وتستوي. تمام، ودي البابريكا، واحط بس شويه ملح وفلفل علشان يبقى الكفر من بره له طعم حلو. تمام، ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. الخلطه دي ممكن تعمليها وتحطيها في التلاجه، تحفظيها في التلاجه، في بطرمان، في كيس، تطلعي منها وتشتغلي على طول. تمام، بتدي نتيجه حلوه جدا وقرمشه حلوه ولون حلو قوي. يبقى احنا الاول عملنا عجينه الكفته، بعد ما عملنا عجينه الكفته شكلناها واحنا بنبل ايدينا كده بالدقيق علشان ما تلزقش في ايدينا وتتشكل معانا بسهوله. وبعد كده هنبتدي ناخد وحدات الكفته ننزلها في خليط البيض واللبن. تمام، وبعد كده في خليط النشا والدقيق. نجيب شوكه، هناخد كده. طبعا هي كده متغلفه بالدقيق، اهي الكفته متغلفه بالدقيق، هنزلها هنا واصفي كويس ونطلع على خليط البقسماط. تمام، نحاول نضغط بقى علشان يمسك على الكفته. اظن مفيش اسهل من كده، حلوه قوي. حتى لو الولاد ما بيقبلوش على السمك، ما بيحبوش السمك، اكيد هيحبوا الكفته دي قوي. طريقتها سهله وطعمها بيبقى لذيذ جدا. تمام، بالشكل ده اهو. نعمل تاني. تمام، اهلا مدام هيام. اهلا بيكي حبيبتي، ازيك؟ ازيك يا نور عينيا؟ تسلمي لي يا قلبي، والله تسلم عينيكي الحلو. تسلمي لي يا ست الكل يا حبيبتي. الله يخليكي، يا روح نور عينيا شويه عليكي. تسلمي لي والله، ربنا يحفظ لك عينيكي ويحفظ لك صحتك والله يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي والله، كل كلمه حلوه في الدنيا صفاتها حلوه
كلها تستاهليها يا شفاء. يا رب اكون عند حسن الظن والله، ربنا يجعلني عند حسن الظن. تسلمي لي والله. تسلمي ايدك، انا كل ما اشوفك على الشاشه اقعد ادعي لك دعاء من حدك ومن يا رب. يا حبيبتي واياك يا رب، واياك يا روح قلبي ان شاء الله. ربنا يكرمك يا روح قلبي. الله يخليك. متشكره قوي لحضرتك. انا اللي متشكره ليك والله. اتفضلي. لو سمحتي انا مش طالبه اكل، طالبه عايزاكي حضرتك وانت واقفه كده تحكي لي على حياتك الجميله، واكون سعيده لان انا فخوره بحياتك. حاضر هحاول. حاضر يا روح قلبي. حاضر. طبعا لما حد بيحب حد بيبقى نفسه يعرف عنه كل حاجه، ان شاء الله هحاول بقى كده اقول لكم شويه اسرار يعني. تسلمي لي ونورتيني. شفتوا بقى عملنا ايه في الكفته؟ خلاص ظبطناها، تماسكت وبقت زي الفل. طب انا عندي عزومه ومحتاجه ان انا اكون مجهزه حاجات قبليها، تقدري تعملي الكفته دي بالشكل ده تمام. بعد ما خلصتيها بالبيض وبالبقسماط هتحطيها في اطباق فوم، وبعدين تحطيها في الفريزر بعد ما تغلفيها طبعا، وتشيليها في الفريزر. وقت ما يكون عندك عزومه هتطلعيها وتحمريها، تسيبيها تفك شويه بس كده وتحمريها على طول تمام. فبتسهل لك وقت كتير، وبتساعدك انك انت تبقي جاهزه وقاعده مع ضيوفك وقت اكتر تمام. عندنا معلومه هنشوفها، سامعيني؟ عندنا معلومه، عندنا معلومه هتنزل. خلاص اوكي، احنا كنا عاملين شويه قبل الهوا عشان مش هنلحق نخلص كل الكفته، فهطلعها ويلا نشوفي. لو الزيت احمر سخن هنحمر على طول. زي اي بانيه في الدنيا بنعمله، يفضل ان احنا بعد ما نبنيه بالشكل ده هنخليه في التلاجة نص ساعه قبل التحمير، ده بيديكي نتيجه افضل. بس ما تقلقيش برضو، ده اللي عملناه على الهوا دلوقتي هيطلع حلو جدا وما فيهوش اي مشكله تمام ان شاء الله يعني. طيب تمام، على بال ما الزيت بتاعنا يسخن هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وما تاخرناش عليكم. عملت في الفاصل بقيه الكفته، خلصتها علشان نحمرها كلها، والزيت سخن حتى انا شلته من على النار عشان سخن جامد. هنرجعه تاني. البانيه لازم يكون الزيت سخن تمام، واول ما ينزل في الزيت السخن هخلي النار بعد كده متوسطه علشان الحاجه اللي فيه تستوي براحتها تمام. الزيت سخن تمام، هبتدي انزل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى لازم الزيت يكون سخن والنار متوسطة علشان ما تحرقليش الكفتة من برة وتبقى نية من جوة تمام. كده زي الفل. هنسيبها بقى الكفتة تتحمر. واحدة عايزة تنزل لتحت تمام. وتعالوا بينا نقول مقادير الرز بتاعنا النهاردة اللي هنعمله ايه. عندي هنعمل رز بالخضار النهارده، حلو قوي يتقدم جنب كفته السمك، ممكن جنب كفته لحمه فراخ، يعني ساعات بنحتار في لما نكون هنعمل نواشف بنحتار هنقدم جنبها ايه. النهارده هنعمل رز بالخضار حلو جدا، في خضار كتير يعني هيبقى مليان قيمه غذائيه عاليه، وكمان هيعوضني ان انا اعمل خضار لوحده ورز لوحده هيبقى طعمه حلو جدا. يلا نشوف مقاديره. عندي كوبايتين من الرز البسمتي منقوع، عندي نص كوباية بسلة، نص كوباية جزر، نص كوباية فلفل، نص كوباية مشروم، بصل طبعا مشروم لو متوفر، مش متوفر مفيش مشكلة خالص ممكن تحطي فاصوليا خضرة كمان، بصلة متقطعة مكعبات صغيرة، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، ولكل كوباية رز بسمتي كوبايتين من الرز من المية، ولو رز بلدي يبقى كوباية رز كوباية مية تمام، والمية لازم تكون مغلية، مكعب مرقة خضار، وعندي زيت وملح بس كده. المقادير سهلة والطريقة إن شاء الله أسهل. ونبص على الكفتة ابتدت تاخد لون حلو أهي،
باينه معانا. تمام. النشا والدقيق اللي احنا حطيناه على البقسماط هيخلي لونها ذهبي لاطول فتره ممكنه وعشان تستوي وتبقى طعمها حلو. وعندي حل على النار هحط فيها شويه زيت تمام، ونروح نجيب البصل والثوم ونحط البصل يتشوح. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوح البصل بتاعنا ومش عايزين نلونه عشان ما نغمقش الرز، اما لو عايزه الرز بني يبقى تحمري البصل شويه. تمام، لو انت عايزه الرز بني حمري البصل، عايزاه الرز يبقى لونه فاتح والخضار كله باين فيه يبقى خلي البصل لونه فاتح مش مغمق. تمام، هنشوحه شويه. ومعانا ساره. اهلا ساره، ازيك يا ساره؟ بحب حضرتك جدا. حبيبه قلبي، تسلميلي. كنت عاوزه طريقه الالفريدو اللي هي بالوايت صوص والمشروم والفراخ اللي احنا بناكلها بره. تمام، والسويس رول. حاضر، عينيا الاثنين. عاوزه حضرتك تعمليهم يعني. عيني. حاضر، اكتبيهم يا روان من فضلك. ماشي يا حبيبه قلبي، نورتيني يا روحي، ميرسي لاتصالك. تمام، هنشوح البصل يدبل بس كده، انا مش عايزاه يحمر. وهنجهز معانا الطبق اهو اللي هنطلع عليه الكفته. السمك مفروم، واحنا عارفين اصلا السمك من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في التسويه، فما باين لما بيكون مفروم كمان. والبطاطس اللي احنا حطيناها فيه مستويه ومهروسه، فما عندناش حاجه محتاجه ان هي تطول على النار. تمام، شايفين انا هديت النار، خليتها نار متوسطه كده علشان ابقى متاكده ان كل حاجه استوت وبقت كويسه. وادي البصل بتاعنا دبل. تمام، معانا مدام ناديه. اهلا مدام ناديه. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي، انتي جميله ورائعه وبحبك من كل قلبي. حبيبه قلبي والله، انتوا اجمل والله العظيم. وصفاتك جميلة جميلة جدا. ميرسي يا روح، بجد ربنا يبارك فيكي. ربنا يبارك لي فيكم انتم والله. ميرسي. انا عندي سؤال يا حبيبتي. اتفضلي. يعني انا عايزة اعرف امتى الاعادة؟ هو في اعادتين، في اعادة الساعة 1:15 بالليل واعادة الساعة 6:15 الصبح. ميرسي يا مدام ناديه لاتصالك، نورتيني واسعدتيني بكلامك الحلو. البصله دبلت، وادي التوم بتاعنا هنزله. تمام، يتشوح بقى مع البصل ويبتدي ريحته الجميله تطلع. التوم يا جماعه من الحاجات المهمه جدا، يعني مش عايزين نغفل عنها وننساها في اكلاتنا، من اقوى المضادات الحيويه الطبيعيه. تمام، داخلين بقى على فصل لطيف كده بيبقى فيه شويه برد وحاجات، فنهتم بالتوم شويه. تمام، يرفع المناعه. خلاص كده الكفته بقت زي الفل. تمام، هنطلعها بقى، ده كفايه عليها قوي كده. تمام، شايفين شكلها قد ايه جميل والله، وريحتها حلوه قوي وطعمها فعلا بيبقى جميل جدا. وعلى العين التانيه شغال الثوم مع البصل، وريحه الثوم بدات تظهر. وهنروح بقى نجيب الخضار بتاعنا، بس اطلع ده، شايفين اللون جميل قد ايه. معانا شيماء. اهلا شيماء. لحضرتك. اهلا حبيبه قلبي، ازيك اخبارك؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. امين يا رب. واياكي معنا كل اللي بتقدميه. تسلميلي يا روحي، تسلميلي. خط قطع. طب حاولي اتصلي بينا تاني يا شيماء. خلاص كده دي النتيجة اللي أنا عايزة أوصل لها، البصل اتشوح مع التوم من غير ما يتلونوا بس ريحتهم طلعت. هبتدي أخد بقى كل الخضار بتاعي. تمام، وهنروح بقى نشوحه مع البصل والتوم. حطينا الجزر وادي الفلفل، كل حاجة متقطعة مكعبات صغيرة علشان ما تاخدش وقت مننا في السوى.
تستوي بسرعة. تمام، زي ما اتفقنا لو مفيش مشروم مفيش أي مشكلة حطي فاصوليا، حطي كوسة تبقى حلوة جدا برضو، أي خضار انتي بتحبيه، ممكن مكعبات بطاطس صغيرة، كل ده هيديكي نتيجة حلوة قوي والولاد هياكلوه هيبقوا مبسوطين بشكله. شايفين هنا الخضار اهو، تمام، مع البصل والثوم، هنضيف له فلفل شوية صغيرين وملح، وهجيب مكعب المرقة واحطه كمان معاه عشان يفك معاها. تمام، تشويحة بس كده، وتعالوا ننزل باقي الكفتة دي اللي احنا عاملينها على الهوا اهي. بسم الله، ومعانا امل. اهلا امل، ازاي صحتك؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الروائع اللي بتعمليها دي؟ ميرسي يا روحي، والله ده من ذوقك. على فكره انا عملت الفخده الضاني في العيد، طلعت الله تحفه لدرجه اللي ما بياكلوش ضاني خالص ولا بيشموا ريحتها حتى كلوها. طب الحمد لله، ما شاء الله عليك، ده عشان انت شطوره. تسلم ايديك الحلوه. عايزه منك خدمه، لان انا ماليش في السوشيال ميديا والحاجات دي عشان اقدر اطلع الوصفات وكده. ممكن حضرتك اسمع فين ان انا اخد رقمك الشخصي؟ طيب حاضر، هنرجع للكنترول وهما يدهولنا ان شاء الله. يا ريت والنبي. ماشي يا روح، نورتيني يا قلبي، ميرسي والله، وتسلم ايديكي وتسلمي وتعملي كل حاجه حلوه ان شاء الله. تمام، عندنا هنا الخضار دبل اهو مع البصل والثوم، مرقه الخضار، حطينا ملح، حطينا فلفل، وتعالوا نجيب بقى الميه المغليه جنبنا. تمام، هحط الاول الرز، تمام، وهنلفه شويه مع الخضار مش كتير، صفيه كويس، مش عايزين ننزل اي ميه. الرز هيطلع طعمه حلو قوي والوانه كمان جميله جدا، مبهج كده، وان شاء الله يعجب ولادك اللي ما بياكلوش الخضار واللي ما بياكلوش السمك. ان شاء الله الوصفات بتاعت النهارده هتعجبهم جدا جدا. تمام، هنقلب بس الرز تقلبتين كده مع الخضار، وبعدين نحط عليه الميه المغليه ونسيبه يعيش حياته ويستوي. ونبص كده على الكفته اهي، ما شاء الله لا فكت ولا اي حاجه، احنا لسه عاملينها اهو. وزي ما اتفقنا وعرفنا ان النشا والدقيق فايدتهم ان هم يحافظوا على لون الكفته اطول فتره ممكنه في الزيت من غير ما يغمقوا، علشان المكونات الداخليه للكفته تستوي. تمام، هحط بس الميه للرز. تمام اهو، لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين من الميه المغليه. لو هتعمليه رز بلدي عادي هينفع ويبقى زي الفل، بس هنحط لكل كوبايه رز كوبايه ميه واحده. تمام، هنضيف بقى الميه بتاعتنا، ولازم الميه تكون سخنه بما ان الرز سخن والحله على النار عندي سخنه. تمام اهو، وهنسيب بقى الرز يغلي، ولما يغلي كالعاده ويتشرب هنهدي النار عليه خالص ونسيبه يستوي على راحته، وان شاء الله يبقى جميل جدا. هنغطيه طبعا. يلا بقى هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
تاني. شفت الكفته جميله قد ايه؟ تحفه، ما خدتش مننا وقت خالص، عملناها مع بعض، موفره في الوقت، وكمان ما شاء الله بتطلع كميه حلوه قوي. يعني لو عندك عزومه تعمليها تحفه جدا، ولو في اي يوم عادي برده حلوه جدا، ولاد هيحبوها قوي. وزي ما قلت لك تقدري تستخدمي فيها اي نوع سمك انت بتحبيه وبتفضليه. تعالوا نبص على الرز بتاعنا اخباره ايه. هو على النار اهو، تمام، غلي وابتدى يتشرب. دقيقتين كده هوطي عليه واسيبه بقى يستوي براحته. تاني، حاضر، وهنقلبه كمان. تمام، وهنهدي عليه النار. هو خلاص كده اهو، بصوا بصوا الوانه جميله قد ايه. اعتقد انه ممكن يحتاج شويه ملح، انا ما حطيتش غير الشويه الاولانيين، فانا احط له شويه كمان عشان يبقى ملحه. تمام، تمام كده، ههدي بقى النار عليه واسيبه يستوي براحته خالص. بس كده، يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. عندنا النهارده وصفه حلوه قوي، تقدمها كمان شيك جدا، يعني لو عندك عزومه كده هتبهري كل ضيوفك بيها. طريقتها كمان مفيش اسهل من كده. هنعمل النهارده الجمبري بالسبرينج رولز. السبرينج رولز دي عجينه بتيجي جاهزه من السوبر ماركت، تمام، اشبه ما يكون بالجلاش. ممكن تعمليه بالجلاش على فكره برده، مفيش مشكله خالص. تمام، مقاديرنا ايه؟ عندي نص كيلو من الجمبري متقشر. تمام، نص كيلو جمبري متقشر ما عدا الديل، ومنضفين الظهر بتاعه. عندي باكت من سبرينج رولز، ومعلقه صغيره من عصير الليمون، وعندي معلقه كبيره هوت صوص. لو بتحبيه يكون حامي شويه، عايزاه مش حامي حطي كاتشب. وعندي كمان توم باودر، معلقه صغيره توم باودر، رشه كمون وملح. وعلشان اقفل العجينه بتاعتي، معلقه نشا هدوبها في معلقتين من الميه. عفوا، عايزه اوريكم هنا الجمبري. بصوا لما نيجي ننظف الجمبري، حاولي تفتحي الظهر كده علشان تطلعي منه. هنا بيبقى فيه سلسله، بيبقى فيها رمله، تمام، علشان ما يقرقش ونلاقي رمله تحت سناننا لازم نشيل الخيط الاسود اللي بيبقى موجود في الظهر. تمام، وهنقشره كله وهنسيب الديل، تمام، علشان بيدي منظر حلو، بيحافظ كمان على شكل الجمبريه. تمام، خلاص كده. وده عجينه السبرينج رولز اهي، هوريها لكم برده. هي بتيجي متقطعه مربعات بالشكل ده في باكت. لو مش متوفره ممكن نستخدم الجلاش، مفيش مشكله. تمام، اول حاجه هنتبل الجمبري. عندنا عصير الليمون، تمام، توم باودر، كمون. احنا طبعا عملنا شويه قبل الهواء لان مش هنقدر نلف ده كله على الهواء، الوقت بتاعنا مش هيسمح. وعندي كمان ده هوت صوص، وطبعا ملح. تمام كده، ونحاول بقى نقلب الجمبري في الخليط ده. حلو جدا اهو، زي الاسماك عامه ما بتحتاجش وقت كتير انك انت تنقعها في التتبيله، يعني ربع ساعه نص ساعه كفايه جدا. وهبتدي احط الزيت بتاعي على النار تاني علشان يسخن، على البال ما الف الكميه اللي عندي. وتعالوا نشوف هنلف ازاي. هجيب طبق كده، معانا ام ملك. اهلا ام ملك، خط قطع، حاولي اتصلي بينا تاني. بصوا المربع اهو، هعمل نص او يعني مثلث، مثلث صغير فوق مثلث كبير، تمام، بالشكل ده. وهجيب واحده من الجمبري بالشكل ده. وفي خطوه مهمه نعملها، بصوا هنا في البطن بتاعت الجمبريايه في عرق، شايفينه؟ هو عرق اسود باين، شايفين العرق ده؟ ده هعمله كده، هقطعه. ده اللي بيخلي الجمبريايه تلف مننا، تمام. هي اول ما نساوي الجمبري تلاقي الجمبريايه راحت بقت عامله زي الكحكه كده. العرق اللي انا قطعته ده هيخليها تفضل مفروده كده. يلا بينا بقى نلفها. بصوا تمام، خلي بس دي هنحتاجها. ادي الجمبريايه، وادي الطرف المثلث كده، واخلي الديل بتاع الجمبريايه باين، تمام. وهلف كده واخد
الطرف ده وهنقفل بحيث ان احنا نقفل على الجمبريه كلها. حلو قوي. وادي النشا والميه وهدوبهم مع بعض. دول بس مجرد ماده لاصقه هنلزق بيها طرف السبرينج رولز عشان ما يفكش مني في الزيت. تمام اهو بالشكل ده. وهاخد كده على الطرف تمام ونلف كمان ونكمل زي الفل. ايه رايكم؟ شكله حلو قوي، كمان في التقديم شكله شيك جدا. يلا نعمل نكمل الباقي ونشوف تاني احنا عملنا ايه. ومعانا اسماء. اهلا اسماء. مثلث صغير فوق المثلث الكبير. اهلا جمبري. اهلا طبعي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتقطعت حضرتك مني. انا عملت الكفته اللي هي كفته اللحم. ايوه واتفكت مني. يعني انهي كفته لحمه؟ بعد ما قالتها اتفرت مني وحطها في التقليه اتفكت. معلش انهي كفته؟ عرفيني بس. كفتة انهي اللحمه؟ كفته اللحمه اللي برز ني ولا اللي برز مستوي ولا انهي واحده؟ اللي هي الني. انا بعد ما عملتها ني وحطيت رز وحطيت كل حاجه اللي هي بخضره مش كده؟ اللي بتعمليها بالخضره والبصل والثوم والحاجات دي صح؟ ايوه هي دي. تمام هقول لك انا بقى. انيا ممكن ما لفتش كويس مع بعض، ما اتعجنتش كويس مع بعض. تمام. يا اما عندك ال قولي قطعيه اللحمه دايما بتبقى من رقبه، كفته الرز دي بتبقى من رقبه. ايه تاني؟ ممكن يكون في نسبه سوائل منك زادت في الكفته. تمام. كل الحاجات دي من الحاجات من الاسباب اللي خليها تفك منك في الزيت. تمام. حاولي لما تيجي تعملي الكفته لازم تكوني مصفيه الخضره بتاعتك والرز بتاعك يكون متصفي خالص ناشف، يعني غسلاه ومصفياه خالص ما فيهوش ميه. الميه الكتير بتعمل سوائل وبتخلي الكفته تفك وتطرقع وتعمل حاجات عجيبه. تمام. واختاري قطعيه اللحمه كويسه من الرقبه او لحمه جملي هتديكي نتيجه حلوه جدا. والعجن كويس يا جماعه، مثلث صغير فوق المثلث الكبير. تمام. والعرق اللي تحت ده هنقطعه بس قطعه خفيفه. انا سهيت بقى وانا بتكلم في التليفون وجبت اخر الجمبريه. تمام بالشكل ده. وهنلف كده اهو واخدين الطرف وسايبين الديل عندنا بالشكل ده كده. تمام. وراس المثلث تنيناها. تمام كده. ونكمل لف. وفي الاخر هناخد من خليط النشا بالدقيق ونعمل كده. تمام. هكمل انا وهنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول. مش هعمل حاجة غير ان هخلص بقية المقدار ونطلع نحمر على طول. فاصل صغير وراجعين. عملنا ايه في الفاصل؟ عملنا كملنا الجمبري زي ما شفتوا لفيناه ازاي. لفته سهله خالص وكمان تتبيلته سهله وما بيقعدش كتير في التتبيله. الزيت بتاعي على النار وزي ما كلنا عارفين الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش اصلا وقت في التسويه. تمام. بالعكس لما بتقعد وقت طويل في النار بتشد وما بتبقاش لطيفه. هنزل في الزيت وابتدي احمره. تقدري تحفظيه بعد ما تلفيه كده وتشيليه بالشكل ده هو ني، وتطلعيه في اي وقت تحمريه زي السمبوسك بالظبط. تمام. هنخليه بقى لغايه ما العجينه بتاعتنا دي تاخد لون ذهبي. واول
اول ما هي تاخد لون ذهبي هيكون الجمبري استوى. تمام، الجمبري ما بيقعدش على النار اكتر من 4-5 دقايق بالكتير جدا، تمام، عشان يطلع معاكي له طعم ما يبقاش مجلد. وتعالوا بينا نشوف هنقدم ايه جنب السبرينج رولز. هنعمل جنبيه صوص حلو قوي عشان اللي عايز يحط في الصوص كده وياكل بيبقى طعمه حلو قوي. هنعمل صوص المايونيز الحار. مقاديره كوبايه مايونيز، معلقه كبيره من الصوص الحار او السويت شيلي صوص، عندي نص معلقه كبيره من عصير الليمون، معلقه صغيره شطه، ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. والطريقه بسيطه خالص ان احنا بنخلط كل المكونات دي مع بعض. ادي المايونيز وادي التشيلي صوص او الصوص الحار، تمام، الليمون والشطه، لو حباه سبايسي اكتر، مش حباه بلاش تحطي ده، تمام، والملح مش كتير لان احنا عارفين المايونيز بيبقى فيه ملح، تمام، والفلفل الاسود برضو حاجه بسيطه. وهنخلط كل المكونات دي مع بعض، تمام. ومعانا استاذ طلعت، اهلا وسهلا. الو، ايوه ايوه كيف، احنا مبسوطين قوي من الحاجات اللي انت بتعمليها. ميرسي، ربنا يكرمك، ربنا يعزك وتسلم ايدك. تسلم والله، تسلم وتعيش. احنا مفيش حلقه بنفوتها، ربنا يعزك والله. ميرسي والله. طب كويس والله ان في رجاله بيتفرجوا كده، يا رب تنفذوا كمان. ميرسي لاتصالك يا استاذ طلعت، نورتني. تعالوا نبص كده اخبارنا ايه. اخبارنا زي الفل، الدنيا ماشيه كويسه وابتدى ياخد اللون، تمام، حلو قوي. ما بيقعدش على النار زي ما قلت لك 4-5 دقايق وهتلاقيه بقى زي الفل، تمام. نقدم الصوص هنا بقى اهو، اختلط كله مع بعضه، تمام. ممكن كمان نحط واحدة هنا جنب السمك، جنب الكفتة، هتبقى حلوة قوي بالشكل ده. ونبص على الرز بتاعنا اخباره ايه. تحفه، استوى بقى زي الفل. ونغرفه، تمام. ادي الرز بتاعنا، بسم الله. بصوا بقى الالوان الجميله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الالوان حلوه ازاي، تغري الولاد ان هم ياكلوا، قيمه غذائيه عاليه وطعم فعلا جميل جدا، تمام. زي ما قلت لك تقدري تقدميه جنب كفته لحمه، كفته فراخ، جنب اي نواشف انت بتبقي محتاره تقدمي جنبها ايه، هيبقى بديل حلو قوي للمكرونه اللي بصلصه اللي دايما بنعملها. تمام، بما اننا حاطين جزر بقى فهنزين بالجزر ده. كده ايه رايكم الالوان كده؟ تمام، حاضر. ويلا نطلع كمان الجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم.
خد لون حلو قوي، وهتلاقيه مقرمش بقى من بره والجمبري طاري من جوه ومتبل وطعمه في منتهى الجمال. طبعا اي بنيهات او اي حاجه مقليه لازم تطلع على مناديل المطبخ، علشان لو في اي زيوت زياده المناديل تمتصها. تمام، تعالوا نقدمه بقى، نشيل الزيت من على النار خالص. هنا ده الفرق بقى بين اللي احنا قطعنا العصب بتاعها او العرق اللي موجود تحت. بصوا دي لفت ازاي، بصوا دي ما لفتش ازاي، دي عشان قطعناها ودي لا، بس عشان نبقى عارفين الفرق بينهم. تمام، واعمل بايديا بقى علشان نخلص بسرعه. اوكي حاضر، تمام بالشكل ده. هو لسه سخن طبعا، انا ماسكاه بالعافيه. والديل اللي باين كده من العجينه شكله حلو قوي، بيبقى مقرمش كمان، بيتاكل عادي مفيش مشكله خالص. تمام، وادي عندنا بقى الصوص في النص، ممكن نزين بشرايح ليمون. حلو جدا، مش محتاجين اكتر من كده. ايه رايكم؟ اظن الحاجه كانت كلها سهله خالص النهارده، كله طلع معانا على الهوا واتعمل بكل سهوله. اطباق حلوه، عزومه سمك حلوه جدا، المايونيز بهدل لي هدومي. تمام، يا رب تكون الاطباق سهله وعجبتكم وتنفذوها وتقولوا لي رايكم ايه فيها. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، اللي بجد ببقى فرحانه جدا لما بتعملوا حاجه وتقولوا طلعت معانا حلوه. اولا واخيرا ده من فضل ربنا علينا كلنا. يا رب يا رب تكون الوصفات عجبتكم، تكون الحلقه خفيفه عليكم. سعدت جدا بيكم، كنت مبسوطه باتصالاتكم وكلامكم الجميل. ان شاء الله مع بعض بكره باذن الله، واصناف جديده وحاجات تعجبكم ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.